على جنب. يعني بتاع زي ده، انا اغيب شغال طول اليوم عشان اروح اجيب دبدوب زي ده؟ طب ما لو جبت، لو دخلت عليها بعلبه جاتوه هتطفح هي وامها وهياكلوا وهتبدل ايه كده. رأيكم في ده لازمته الكلام؟ ايه يا جماعه؟ ده الدبدوب ده لازمته اهو اهو، لازمته ايه يا جماعه؟ ورميته مش عايز، احنا ايه دلوقتي لازمه الدبدوب؟ احنا هنسأل السؤال المحوري ده بقى، هل الأنثى بصراحة جاوبونا في التعليقات عشان هنقرا، تفضل زوجها أو حبيبها يدخل عليها بدبدوب ولا يدخل عليها مثلا، أنت قلت كيلو فاكهة، كيلو فك، كيلو فاكهة، كيلو فك، كيلو فك، يدخل عليها مثلا بفاكهة بحاجة؟ صبع موز، تفاحة، يعني دي ولا الدبدوب زي مسكن يا جماعة؟ عايز دي ولا الدبدوب؟ جاوبونا على النقطة المحورية دي رجاء، لأن هو أنا شايف إن ولا أنا ش... ده ولا يا عم الدبدوب يا طول جماعة؟ بالك اتكلم بس ده طول. ولا الدبدوب؟ أنا بديلهم لمحة بس. أنا شايف، دي ولا الدبدوب يا أنا جماعة؟ شايف إن الأنثى الدبدوب أهم، ومن وجهة نظري هو شايف إن الحاجات دي أهم، طبعا فأنتوا اللي هتفصلوا بيننا، طبعا، لأن أنا متراهن أنا وهو على 500 جنيه، خلي بالكم. روخص روخص، انا عليا فلوس. طب ما أنتم اللي هتحددوا، أنتم اللي هتحددوا لو قلتوا الدبدوب أو قلتوا الحاجات اللي هو حاجة، قال عليها دي. قولوا حاجة حلوة اديكم 200 جنيه بيني وبينكم. أنا مستني تعليقاتكم وأعلن لكم في حلقة من اللي كسب، ما تخذلونيش بقى، باي.